جهود دؤوبة تقوم بها مؤسسة حياة كريمة لتوفير العيش الكريم للمواطنين في كل مكان، لا سيما بمدينة بني سويف. قامت المؤسسة بتنظيم فعالية تستمر لمدة أسبوع كامل، تشمل قوافل علاجية وبيطرية، هذا إلى جانب توفير كافة أشكال الدعم من خلال متطوعيها بكل مكان. هدفها على اسمها حياة كريمة، يعني حياة تليق بكل مواطن وفي كل مكان في مصر. شفناها في محافظة بني سويف منتشرة من خلال متطوعيها لخدمة أهالينا وتوصيل كافة أشكال الدعم. خلونا نتكلم عن أبرز مبادراتها، مثلاً مبادرة أنت الحياة اللي بتكون موجودة بالعديد من الأنشطة والخدمات بمشاركة العديد من الجهات المعنية، ومش بس يوم ولا اتنين، ده أسبوع كامل. فيها قوافل طبية وقوافل بيطرية، كشف وعلاج مجاني، وفيها شهادات محو الأمية، وفيها استخراج بطاقة مجانية للسيدات. بالنسبة للأزهر الشريف، واتكلمنا عن إزاي نتعامل مع الأطفال، إزاي نهتم بيهم، إزاي أولياء الأمور يهتموا بأطفالهم، إزاي ما يكونوش اللي هو يمسكوا الموبايلات من صغيرين. حياة كريمة ده اسم على مسمى. الرئيس جاب لنا كل حاجه في القريه عندنا، الحاجات موجوده في المولدين بقت موجوده عندنا في القريه. راجل محترم وكل حاجه بالدهان وكل حاجه. كمان حياه كريمه شاركت تحت مظله التحالف في مبادرات التمكين الاقتصادي، وساهمت في تسليم مشروعات صغيره ومنح تمويلات وقروض حسنه. رحت قدمت وجم عيوني في خلال اسبوع، وصرفت بالفعل نص المبلغ وباقي النص الثاني، وعدوني اول ما نكبر المشروع هيدولوا المبلغ التاني، وانا اديني كبرت زي ما انت شايف، جبت آلات ومعدات وبدات اصنع شغل. كانش عندي اي معدات من دي، كنت شغال يدوي فاختلفت معايا كتير جو طبعا، يعني وصلتني للاحسن والافضل، وبقدر اصنع حاليا في مكاني. كنت بطلع في الاول اشتغل المكن الكبير والمعدات الكبيره دي في اي مكن ورش كبيره بالفلوس، لكن حاليا بقى عندي كل المكن، اديني مكبر وبنسعى ان شاء الله نصلح عليه. انا قدمت بالورق وهم جم عيونه في خلال اسبوع، ما طولوش بامانه وصرفنا على طول. واحده تانية من مبادراتها وهي مبادره خطى، ودي اللي بتستهدف تسليم كراسي متحركه لاخواتنا من ذوي الهمم. الحمد لله، اشكر حياه كريمه، اشكرها الف مره، عملت تطورات كتيره في البلد الحمد لله، وسلمونا كراسي متحركه. بيحتفلوا معانا وبيأحلى يوم وبيقضوا يوم حلو معانا، وبيوزعونا كراتين ويبسطونا برضه. بقول لهم شكرا اللي انتوا ساعدتوا الناس وساعدتونا وعملتوا كل اللي انتوا تقدروا عليه. نشكر الناس القايمه على كل ده، نشكر فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وبنقول شكرا جدا على مبادره حياه كريمه. كمان بيكون في مبادرات لتوزيع مواد غذائيه ولحوم لاهالينا في العديد من القرى. دي فرحه لاهل السيتس كلها والله بحياه كريمه، واحنا مبسوطين بكل اللي عملته حياه كريمه معانا. قاموا باجمل وجه ووزعوا علينا شوكولاتات ومواد غذائيه ونظفوا لنا المدارس. كقريه هنا وان هي وصلت للمستوى ده، فهي عملت يعني إعجاز كبير، فإحنا بنشكر حياة كريمة، بنشكر الرئيس على كل اللي عمله معانا. بنأمل وطبعاً كلنا أمل في استمرار المسيرة مع سيادة الرئيس، وربنا يكرمنا إن شاء الله. عملوا شغل كويس معانا في سيتس، فسيتس النهاردة سيتس في عيد، وبكرة هتبقى في عيد لحد يوم القيامة. وأشكره على الحاجات الحلوة واللي بيعمله ونظف الدنيا كلها. مهما نحكي عن المبادرات المنتشرة والخدمات اللي بتقدمها حياة كريمة، دي حاجة، والاهتمام بالبنية التحتية في القرى دي حاجة تانية، سواء توفير خدمات وتبطين ترع وإنشاء مراكز حكومية ومحطات صرف صحي وإنشاء وتأهيل طرق وغيرها كتير، وكل ده من أجل حياة كريمة لكل مواطن.